جزاكم الله خيرا. عندما كنت صغيرة أي قبل 40 سنة، عندما يأتيني العذر الشهري في رمضان لا أقضي أيام الإفطار بعد انتهاء رمضان لجهلي بالحكم، وذلك لمدة 8 سنوات تقريبا. وعندما علمت بالحكم قدرت الأيام التي أفطرت فيها وقضيتها متقطعة. والسؤال، هل أطعم عن هذه الأيام أم أن الصيام يجزي، وكم مقدار الإطعام إذا كان يلزمني؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، ما دمت قد قضيت الأيام التي أفطرتيها فهذا هو الواجب، ولكن بقي عليك الإطعام عن التأخير، وهو إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو نصف من الطعام عن كل يوم من الأيام التي أفطرتيها في تلك الفترة. نعم.